هلو، مع السلامة. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم، قناة أحمد بن عطية. في الفيديو متاع اليوم إن شاء الله باش نرجع شوية للسيري اللي بدينا فيها، اللي كيما قلنا اسمها سايد هاسل، اللي عملنا فيها حتى تقريب حلقتين أو ثلاثة حلقات. عموما تنجموا ترجعوا للبلاي ليست اللي موجودة في القناة متاعنا، تلقاو فيها الحلقات اللي هبطناهم الكل. بالنسبة للفيديو متاع اليوم باش نحكيو على مجال جديد اللي تنجموا من خلاله انه تحققوا ارباح وتشتغلوا اونلاين، وما يأثرش كما قلنا الخدمة هذه اونلاين ما تأثرش على العمل اليومي متاعكم. تنجموا من بعد كي تكبروا الخدمة هذه وتولي هي الاكتيفيتي برانسيبال وقل العمل الرئيسي بالنسبة لكم. لكن في البداية خلينا نحكيو على سايد هاسل، خلينا نحكيو على مصدر دخل اضافي بالنسبة لكم. والمجال اللي باش نحكيو عليه اليوم هو تحقيق أرباح عن طريق تطبيقات الهواتف الجوالة أو عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية. الفيديو متاع اليوم باش تلقاو فيه إن شاء الله برشا معلومات باش تفيدكم. ما من الأول نحب نقولكم أنه اللي باش نحكيو عليه في الفيديو ما هوش كيفية تطوير التطبيقات. تطوير التطبيقات تنجموا تلقاو في قنوات أخرى، نجموا تلقاوها في مواقع أخرى، نجموا تلقاوها بأكثر تفاصيل زادة كيف في بلاي ليست أخرى، تنجموا تلقاها موجودة في موقع يوتيوب أو غيره من المواقع. لكن اللي باش نحكيو عليه في الفيديو متاعنا كيفاش تنجموا تحققوا أرباح من خلال هذه التطبيقات، إضافة إلى أنه باش نعطيكم طريقة بسيطة ينجموا يستعملوها الأشخاص اللي ما عندهمش فكرة على كيفية تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وينجموا من خلالها يستغناوا على تطوير التطبيقات هذه بأنفسهم. لذا تفرجوا في الفيديو، وقبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنسوش كيف العادة الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك، ونخليكم مع الفيديو. تطوير تطبيقات الهواتف الجوالة يعد الآن من بين أكثر المهن اللي تنجم تدر أرباح على الأشخاص اللي يمتهنوها. لكن كما قلنا هذا مش موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم هو بكل بساطة كيفاش نجمو نجنيو أرباح من التطبيقات هذه. فما زوز أنواع من الأشخاص قاعدين يتفرجوا في الحلقة هذه. النوع الأول هم الأشخاص اللي عندهم فكرة على تطوير تطبيقات الهواتف الجوالة، اللي ديجا معناها بالنسبة لهم هذه خطوة كبيرة ياسر. فما نوع ثاني من الأشخاص اللي ما عندهمش فكرة على تطوير التطبيقات هذه كيفاش يصير، وهذوما عندهم زوز خيارات. الخيار الأول قبل ما نبدأ ونحكيه على أساليب الربح من التطبيقات هذه، الخيار الأول اللي تنجم تقوم به هو بكل بساطة أنك تشغل وإلا تعطي فلوس لشخص ما باش الشخص هذا يقوم بتطوير التطبيقات ليك أنت، معناه تعطيه أنت فكرة التطبيق وهو يقوم بالعمل على التطبيق هذا، وبعد فترة من الوقت تتفاهموا فيها أنتوما بيان سور يقوم بتسليمك التطبيق متاعك. لكن العيب متاع الطريقة هذه أنه الطريقة هذه تنجم تكلفك برشا فلوس، لأنه تطبيق عادي معناها باش يقوم شخص بتطويره لربما أقل حاجة ينجم يكلفك 300 400 500 دولار إذا كان مش أكثر، لأنه كما قلنا التكاليف متاع عمل التطبيقات عادة ما تكون باهظة. هذا بالنسبة للنوع الأول، معناها الخيار الأول. الخيار الثاني اللي هو الخيار اللي ينجم يكلفك أقل برشا فلوس هو أنه بكل بساطة تقوم معناها بشراء تطبيق من أحد متاجر التطبيقات اللي موجودين معناها بكثرة على شبكة الانترنت. تشري تطبيق، فما أشخاص يقوموا بتطوير كودات للتطبيقات ويقوموا ببيع الكود. أنت مش تقوم بشراء الكود هذا، مش تقوم بشراء كود التطبيق. بعد ما تقوم بشراء كود التطبيق تمشي تحكي مع مطور، وننصحكم لهنا بموقع فايفر. موقع فايفر تنجموا تلقاو فيه مطورين الأسعار بتاع العمل متاعهم تكون رخيصة ياسر، وتحكي معه باش يعمل لك ريسكين للتطبيق هذا. مش معناها ريسكين، يعني بلغة أخرى باش يقوم بإجراء تغييرات على التطبيق، يقعد البرنسيب، يقعد الهدف من التطبيق وإلا الموضوع متاع التطبيق هو نفسه، لكن تصير تغييرات في الديزاين متاعه، ربما تغييرات كذلك في بعض طرق عمل التطبيق هذا. كما قلنا بعد ما تعمل الريسكين متاعك أكيد أنه الشخص باش يعطيك الابليكيشن متاعك،
ولهنا نجيو للمرحله الثانيه. عندك الابلكيشن نتاعك، سواء قلت المطور باش يطورها لك ولا شريت كود نتاع ابلكيشن وعطيت كيف كيف المطور باش يعمل لك ريسكين، من بعد وين باش تهبط التطبيق هذا وين باش يلقاوه العباد. لهنا لازمك تعمل انسكريبسيون في كونت يتسمى، معناها كونت بالعربيه في بالي يتسمى حسابات مطوري جوجل، يعني باش تاخذ كونت نتاع ديفلوبر في جوجل. الاكونت هذا ولا الكونت هذا التكلفه نتاعو ماهيش بهضه ياسر، يكلفك في العام، بون مش في العام، ابل هذاك تكلف في العام 99 دولار، لكن بالنسبه لجوجل الحساب يكلفك 25 دولار تدفعها مره فقط طول حياتك، طول حياه الاكونت نتاعك. بالطبيعه 25 دولار هذه بعد ما تدفعها يعطيوك جوجل معناها حساب، الحساب هذا تولي تنجم من خلاله ترفع التطبيقات في متجر جوجل باش بعد كيف العباد يدخلوا المتجر يلقاو التطبيقات نتاعك. به لهنا حكينا كيفاش تطور التطبيق وين باش نهبطوا، لكن الاهم من ذلك كيفاش ننجم ندخل فلوس من تطبيقات نتاع الهاتف الجوال اللي هو موضوع الحلقه نتاعنا. الطريقه بسيطه، عندك حل من ثلاثه. الحل الاول انك تبيع التطبيق نتاعك في مقابل مادي، يعني تخلي كما نقولوا احنا فما ياسر تطبيقات اللي تلقاها في المتجر نتاع جوجل تلقى سعر نتاع التطبيق 0.99 دولار ولا 1 دولار 2 3، مفيد الاسعار ماهيش مرتفعه ياسر. تنجم تبيع التطبيق نتاعك وتاخذ مقابل مادي على التطبيق هذا. الخيار الثاني عندك هو انك تشترك في احد الشركات الاعلانيه، مثلا اكثر شركه معروفه هي شركه جوجل ادموب. جوجل ادموب اللي تعطيك اشهارات باش تحطها انت في وسط التطبيق نتاعك. كما تعرفوا انتوما غالبا التطبيقات اللي تيليشارجيوها احنا فور فري تلقى فيها العديد من الاعلانات. الاعلانات هذيك هي مصدر الرزق نتاع الشخص اللي قام بتطوير التطبيق هذاك. هذا الخيار الثاني. اما الخيار الثالث هو انه ترى احد شركات السي بي اي، الشركات هذوما اللي ننصحكم تلوجوا عليهم، مش باش نتوسع ياسر معناها في التعريف نتاعهم. شركات السي بي اي هذوما هما شركات يعطيوك عروض اعلانيه في مقابل مادي، يعني مثلا هو حاجته بعباد يدخلوا الايميل نتاعهم باش يعطيك هو الكود اللي تحطه انت في التطبيق نتاعك، والا حاجته هو عنده تطبيق يحب على تنزيلات باش يعطيك الكود اللي تحطه في الابليكيشن نتاعك. وبعد ما تحط الكود هذا في الابليكيشن وين ما حد يخدم الابليكيشن يتحلوا التطبيق الاخر اللي حب ينزله. لكن لهنا لازمنا نردوا بالنا شويه، لانه فما لهنا شعره صغيره تفصل بين الاعلانات وبين السبام، لانه الاعلانات مقبوله في التطبيقات، مثلا اعلان زوز ثلاثه مقبوله، لكن وين انه معناها نحكيوا كما فما في بعض التطبيقات وين ما يقوم الشخص باش يتحرك من بلاصه لبلاصه في وسط التطبيق يلقى اعلان تحلو، لهنا اول حاجه باش تخسر التحميلات اللي باش تجيك للتطبيق نتاعك، لانه الاشخاص اول ما ينزل التطبيق ويرى فيه برشا اعلانات باش يقوم بحذف التطبيق مباشره، وكذلك باش تخسر التقييمات نتاعك اللي هي باش يكون عندها تاثير من بعد كي على التحميلات اللي تنجم تجيك من بعد، لانه بكل بساطه شخص باش يلقى تطبيق الريفيوز نتاعو معدل نتاعها نجمه ولا زوز نجوم بكل بساطه ماهوش باش يقوم بتحميل التطبيق هذا. هذه فكرة عامة على كيفاش نجمو نربحو معناها بعض الأموال من التطبيقات، كما قلنا عن طريق الإعلانات، عن طريق عروض السي بي اي، وإلا عن طريق بيع التطبيقات هذه مباشرة. جوست حاجة بركة ردوا بالكم منها، مواضيع التطبيقات أعرفوا كيفاش تلوجوا على موضوع التطبيقات. رأوا المتجر متاع جوجل بالنسبة لي أي تطبيق مخالف، أي تطبيق سبام يقوم بحذف التطبيق في مرة أولى، وبعد ذلك ينجم يقوم بحذف الحساب متاعك جملة واحدة. إذا كان حذف الحساب متاعك فما إمكانية كبيرة ما عادش نجم تعمل حتى حساب آخر باسمك وترسلك تجري وتلوج وتلوج في حاسوب آخر وتلوج في شخص آخر باش يعمل لك أكاونت آخر وكارت فيزا أخرى، خاطر كارت فيزا كيف كيف يولي ما عادش يقبلوها وتحل على روحك باب متاع مشاكل كبير. لذا من الأول حاولوا تركزوا، حاولوا تخدموا تطبيقات وحاولوا تخدموا عدد محترم من التطبيقات، لأنه إذا كان باش تعمل ريسكين راهو في أغلب الحالات تطبيق واحد ماهوش باش يكفيك، يعني لازمك تخدم على العديد من التطبيقات. حاولوا تعملوا هذا الكل باش ان شاء الله بعد فترة زمنية، اكيد مش باش يكون في نهار باش تلقى النتيجة، بعد فترة زمنية تبدا تظهر الارباح نتاعك. كيفاش باش تجيب تحميلات للتطبيق هذا؟ عندك لهنا العديد من السبل،
فيها المجانية وفيها المدفوعة. المدفوعة هي أنك تعمل إشهار في فيسبوك، فيسبوك آد، وإلا تعمل إشهار مع جوجل أدوردز اللي مش تحصل أنت على تحميلات للتطبيق متاعك، اللي بالطبيعة كما قلنا مدفوعة يعني باش تكلفك فلوس. وإلا عندك الخيار المجاني هو أنك تخدم على السيو. السيو هو أنك تهيئ التطبيق متاعك مش لمحركات البحث توه، للبحث في البحث عليه في وسط متجر التطبيقات. يعني تعرف تختار التايتل متاعه، تعرف تكتب الديسكريبشن متاعه، تعرف تعمل له لوجو، تعرف تاخذ سكرين شوت الى اخره، باش تشجع العباد على تحميل التطبيق هذا. كان هذا ملخص صغير حاولنا نلخصه لكم فيه، معناه كيفيه ربح المال من التطبيقات، ومن مش من تطوير التطبيقات، من استعمال التطبيقات بأسلوب صحيح يخلينا نجم نربح منها بعض المال. كما قلت لكم راه فما أشخاص تعتمد على الحكاية هذه كمصدر دخل رئيسي لها. يعني أنتم لكم الحرية الكاملة، تنجموا تجربوا في تطبيق زوز ثلاثة أربعة، إذا كان مشيت الحكاية علاش لا، إن شاء الله يولي مصدر دخل رئيسي بالنسبة لكم. كانت هذه الفيديو متاعنا اليوم، إن شاء الله تكون الإفادة حصلت وإن شاء الله تكون المعلومة وصلت. ما تنساوش كيف العادة لايك 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 باش تشجعوني ونزيد نعبت لكم فيديوهات أخرين إن شاء الله، مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقى لي كامش نقول لكم إلى اللقاء.